السلام عليكم شبابنا، خلينا ناخذ المحاضرة إن شاء الله، محاضرة دكتورة مها اللي هي إلكترون ترانسبورت تشين. هاي المحاضرة هي 19 سلايد، نشيل من عندها المقدمة وكذا، تبقى 15 سلايد فقط. طبعا هي اسم شو اسمها، احنا نقول إلكترون ترانسبورت تشين، بس هي مو بس هاي، الأوكسيديتيف فوسفوريليشن أند أوكسيديتيف سترس. هذا الاوكسيديتيف فوسفوريليشن هو اسم العمليات اللي راح تصير، بالبدايه اوكسيديتيف وبعد اوكسيديشن يعني، وبعدين فوسفوريليشن اللي هي نضيف الفوسفور للاي دي بي حتى نحصل اي تي بي، اللي هي هاي الغايه مال دراسه الميتابوليزم كله. والاوكسيديتيف سترس هاي هم ان شاء الله بفد موضوع ناخذه بالسلايد او سلايدين بالاخير. ها هي محاضره كلش بسيطه، هاي الايمز اوف ذس اوف ذس سيجن، انه نفهم اللي دا يصير. هاي ايضا شو اسمه الاوبجكتيفز. نبلش respiration. The goal of respiration is to produce ATP. انا غايتي كلها حتى شو احصل ATP. Energy is released from oxidation reaction in the form of electrons. يعني احنا بنسوي oxidation نحصل طاقة، بس هاي الطاقة وين موجودة؟ بالالكترونات. طيب الالكترونات وين موجودة؟ Electrons are shuttled by electron carriers. منو هن الالكترون carriers؟ الناد H، عفوا الناد NAD موجب، شوفوا ناد، وكذلك الفاد. ذني الالكترون carriers يشيل الالكترون، شلون يشيلنه؟ ويا ال H. اوكي، من يتحدن ويا ال H هن شالن الالكترونات. Electron transport chain. Electron energy is converted، بعدين هي راح تصير لها conversion element لل ATP. At electron transport chain. هنا شو يقول لي؟ يقول لي كربوهيدرات فات، كربوهيدرات والفات هاي كلها تنطيني ناد اتش. اوكي، انا من حصلت ناد اتش، طبعا موضوع محاضرتي يحكي عن الناد اتش، وكذلك الفات. هذا الناد اللي هو شايل الالكترونات يمر بالالكترون ترانسبورت تشين، طبعا بمساعدة الـ O2، بمساعدة الـ O2 بدون وجود الأكسجين القضية كلها ما تمشي. راح ينطيني، يصنع لي طاقة على شكل ATP. اوكي، طبعا الـ O2 يخرج يتحد ويا الهيدروجين وينطيني مي. فهاي هنا شنو؟ هنا كمختصر، وأنا منين حصلت الناد؟ منين حصلت الناد H؟ فمختصر للي اخذناه كله. هنا عندي جلوكوز، زيت الجلوكوز زيت من الكربوهيدرات، مرات لي بعملية الجلايكوليسيس اعطتني بايروفيت. البايروفيت طبعا هنا اي هنا استهلكت هنا عفوا بالجلايكوليسيس استهلكت الناد، حصلت ناد اتش. اوكي، هاي وحدة ناد اتش حصلتها. من حولت البايروفيت الى اسيتايل كو اي ايضا حصلت ناد اتش. بعدين دخلت ال شو اسمها، دخلت دورات كريبس، دورات كريبس حصلت ثلاثة ناد اتش وواحدة فاد اتش 2. اوكي، ذني همين سويت. فش نقرا شو يقول؟ يقول during redox reactions electrons carry energy from one molecule to another. ناد هو الاكسبتر، الكترون كارير اللي هو يشيل الالكترونات. ناد اكسبتس تو الكترونز، كل وحده ناد تاخذ اثنين الكترونز ووحده بروتون اللي هي الاتش، بروتون يعني هيدروجين يعني اتش، تو بيكم ناد اتش. من صارت ناد اتش يعني شالت الاثنين الكترونات، شالت لي وحده بروتون. ذا رياكشن از ايرفيرسيبل، وهذا شيء كلش مهم، انه هذا التفاعل هو ايرفيرسيبل، يعني الناد اخذت اتش صارت ناد اتش. الناد اتش مو هي بسهولة تنطيني، ما تنطيني الاتش، ما تنطيني الاتش وتتحول الى ناد. تفاعل ايرفيرسيبل راح يروح، لعد شلون نحصل على ناد؟ راح يروح يعني من يروح للالكترون ترانسبورت تشين، راح الناد اتش بيضاتها تسلم الاتش بالالكترون ترانسبورت تشين وترجع ناد، يعني مو نفس التفاعل، وان هذا التفاعل هو ايرفيرسيبل، بس هي الناد اتش ترجع تتحول الى ناد بصيغه اخرى. شلون ما اخذنا بالجلوكونيوجينيسيس تفاعلات الايرفيرسيبل، شلون رجعنا للجلوكوز، رجعناها بالاخير للجلوكوز مو بنفس التفاعل، وانما بتفاعلات ثانيه انطتني نفس النتيجه.
هنا من من الجلايكوليسيس حصلت ناد اتش، من البايروفيت اللي حولته الى اسيتايل كو اي هم حصلت ناد اتش. اللي هنا يا انزيم يا شاطر يتذكر بي دي اتش بايروفيت دي هيدروجينيز، بكريبس سايكل حصلت بيها ناد اتش، حصلت بيها فاد اتش 2، كلهن ذني وصلا. طبعا اللي خارج الخليه هاي معلومه انه اللي يتكون من الجلايكوليسيس شلون يدخل خارج الميتوكوندريا، شلون يدخل للميتوكوندريا؟ يدخل عن طريق ماليت اسبارتيت شتل، كذلك يدخل عن طريق جلوسرول فوسفيت شتل، هو هاي احنا اخذناها. شنو بعد؟ هذا اللي داخل الميتوكوندريا اللي مثلا ناتجات من البايروفيت ديهايدروجينيز، اللي ناتجات من دوره كريبس، هنا ذني ما يحتاجن شتل. اوكي، لذلك هو هذا الناد اتش من يدخل على ماليت اسبارتيت شتل والجلسرول فوسفيت شتل، يا اما يدخل على يعني الالكترونات تدخل تبقى ناد اتش، يا اما بالجلسرول فوسفيت شتل حسب ما اتذكر ما تدخل ويا الناد اتش، تصير فات اتش 2. المهم انا عندي ناد اتش داخل الميتوكوندريا، هاي الناد اتش داخل الميتوكوندريا راح تيجي للانر ممبرين. الانر ممبرين هو بعدة كاريرز راح تسلمهن الالكترونات، هاي الالكترونز تسلم الهياء، فالناد اتش تطلع ناد والفاد اتش تطلع فاد، وانا احتاج اكسجين. الهيدروجين قسم من عندي يخرج للانتر ممبرين سبيس، اوكي يخرج للانتر ممبرين سبيس وبعدين يدخل ويا انزيم اسمه اي تي بي سينثيز. اوكي، من يدخل ويا الاي تي بي سينثيز راح يساعد الاي تي بي سينثيز انه يصنع اي تي بي. اوكي، هذا الهيدروجين اللي هو الاغلبيه من عندهن هيك يروحن، احتاج اثنين من عندهن من ذن الهيدروجينز، احتاج اثنين من عندهن لانه هي عده الكترونات وعده هيدروجين راح تصير هنا، احتاج اثنين من عندهن يتحدن ويا الاكسجين اللي دخل، هذا الاكسجين اللي دخل يتحدن وياه عشان ينطني مي. اوكي، فالناتج هنا عندي H2O حصلت، وهنا بقية الهيدروجين يدخل ويا الاي تي بي سينثيز ويكون لي اي تي بي، ها هي صنعت اي تي بي. هاي بشكل يعني مختصر على هاي الصورة، واحنا راح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل. يقول الكترون ترانسبورت تشين از ا سيريز اوف ممبرين باوند الكترون كاريرز، عندي عدة كاريرز موجودة هنا ذني، هنا ذني ثلاثة فيكس يعني ثابتات، واكو اثنين هن، هذا واحد هذا واحد ذني موبايل يعني متحركات. فذني embedded in the mitochondrial inner membrane، احنا متعودين عليها كلها بالانر، بعد الاوتر ان وجد لا يعد وان غاب لا يفتقد، يعني مو كل شيء يهمنا هنا، اللي يهمنا هو الانر. Electrons are transferred from NAD H and FAD H2، من ذني الناد اتش والفاد اتش 2 وين راح يروحن؟ تو كومبلكسز، احنا ذني الكاريرز احنا كومبلكس. اوكي، ينتقل الهن ايت كومبلكس ترانسفيرز ذا الكترون تو ذا نيكست كومبلكس، يعني يظلن ينقلنهن من واحد لواحد، من هذا نقلها اللي هو شنو اسمه ناد اتش دي هيدروجينيز الاول كومبلكس 1، ينقلها للثاني اللي هو كيو، ثاني ينقلها للثالث اللي هو فيكس شنو اسمه بي سي 1 كومبلكس، ثالث ينقلها للرابع اللي هو موبايل اسمه سي، نوب ينقلها للاخير الخامس اللي شنو اسمه سايتوكروم اوكسيدايز كومبلكس، شويه اسماءهن حفظوهن. يعني هي تنتقل من واحد من كومبلكس الى اخر. ايتش كومبلكس ترانسفيرز ذا الكترونز تو ذا نيكست كومبلكس ان ذا تشين، از ذا الكترونز ار ترانسفيرد some electron energy is lost with each transfer، يعني هسه واحد يمشي ويتحرك ما يفقد من طاقته، يفقد من طاقته، كذلك هاي الالكترونات من دا تمشي من وحده لوحده من كومبلكس الى كومبلكس اخر هم راح تفقد جزء من الطاقه مالتها، some electron energy is lost with each transfer، زين هاي الطاقه هيش خسرت وهاي لا راح نستغلها، شلون نستغلها؟ this energy is used to pump protons H across the membrane from matrix to the inner membrane space. حسنا حكيناها في الصورة، قلنا البروتونز الهيدروجينات ذن الذرات وين راح يروحن؟ هي الناد H سلمتني ال H، فهذا ال H وين راح يروح؟ فضل هاي الطاقة مال حركة الالكترونات الهيدروجين البروتونز راح ينتقل للانتر ممبرين سبيس، اوكي، across the membrane from the matrix
to the intermembrane space. بعدين راح اراجع شباب لا تخافون. A proton gradient is established. يعني هاي تفسيرها بالسلايد اللي وراها. شوفوا يقول the higher negative charge in the matrix attracts the protons H back from the intermembrane space to the matrix. يعني هي صحيح صارت بالانترمبرين سبيس بس هاي بشكل مؤقت. ليش شباب؟ شوفوا انا عندي هاي هنا عندي شنو عندي يعني الجزء كان الاتشات هنا موجودة اوكي يم الوينات اتش داخل داخل الماتريكس. فمن فقدة الاتش يعني فقدة الشيء الموجب ايش راح تصير؟ راح تصير سالبة. وهاي الانتر ممبرين سبيس اللي اجاها اتش اجتها شحنة موجبة ايش راح تصير؟ موجبة. فالموجب والسالب يتجاذبن فراح اضافة الى اختلاف التراكيز وكذا. المهم كل المؤشرات تشير الى انه الهيدروجين لازم يرجع. وش يرجع؟ With diffusion the accumulation خلينا نقراها هاي the accumulation of protons in the intermembrane space drives protons in the matrix via diffusion. يعني هاي الـ into the matrix يعني راح تروح للماتريكس من خلال الديفيوجن اللي هو الانتشار من تركيز عالي الى تركيز واطي. بس شوفوا هي راح تروح وما تستهلك طاقة بس هي راح تفيدنا بشغلة. من راح تروح؟ اغلبيتها راح تروح عن طريق انزيم. هسه انا بالصورة حكيت لكم اياه قلت لكم هذا الانزيم الـ ATP synthase راح تساعده بفت شغلة. الـ ATP synthase هو من اسمه يصنع له ATP. بس هذا شنو؟ هذا شكله اسطواني. شوفوا هو حتى هنا شكله اسطواني. لازم موجود بـ ADP ADP هاي وموجود بـ PI اللي هو فوسفات مجموعة فوسفات حتى يسويها يعني حتى يدمجهن يحتاج انه يتحرك. هذا فشلون يتحرك؟ من راح يجن الاتشات اللي هنا طبعا يدخلن كل اربعة سوية يدخلن اربعة اتش. من دخلن اربعة اتش راح يحركن الستالك هذا الجزء مالته اسمه ستالك. حركن الستالك مال الـ ATP synthase مال هذا الانزيم راح يفتر. من يفتر يندمج الـ ADP ويا الـ PI ينطيني ATP وحصلنا على الطاقة. ها هي most protons move back to the matrix through ATP synthase. ATP synthase is a membrane bound enzyme يعني هو موجود بالإنر ممبرين بس مو كله. شوف هذا الجزء من عنده موجود بالإنر ممبرين وهذا الجزء وين موجود؟ بالماتريكس. That uses the energy of proton gradient to synthesize ATP from ADP زائد PI. يعني هو خلاهن ينتقلن طبيعي رجعن المكانهن داخل الماتريكس بس هو وما سوى عليهن شيء بس خلي استغل الطاقة مالتهن حتى يصنع ATP. ها هي كيميوسموسيس اللي هاي شو اسمه هذا الشغل اللي هنا اشتغلناه اسمه كيميوسموسيس. يقول is an energy coupling mechanism ميكانيكية مرتبطة ويا الطاقة that uses energy stored in the form of H gradient across membrane to drive cellular work. هي بشكل عام كلمة كيميوسموسيس تعني انه اني استغل الطاقة اللي مخزونة ويا الـ H gradient يعني ويا التدفق خلينا نقول مال الـ H من التركيز العالي للتركيز الناصي ومن كذا حتى انت تشغل داخل الخلية cellular work. بهاي العملية بالميتوكوندريا بهذا شغلنا اللي اخذناه فوق احنا الشغل مالتنا شنو هو؟ generate ATP in the mitochondrial chemiosmosis generate ATP. هنا بهذا الرسم نفس الشيء الالكترونات سلمناها انتقلت من واحد لواحد بعدين طبعا هذا الفوق هو الانتر ممبرين سبيس واللي جوه هو الماتريكس فالناد اتش تحول الى ناد وبعدين تحت الهيدروجين اللي موجود هنا ويا الاكسجين انا احتاج اكسجين لانه تنفسي ايروبيك هوائي حصلت على H2O وذن بقية الاتشات اللي هنا يعني جزء من الاتشات راح ويا الاو تحت ويا الاو حتى بهذا الكومبلكس اللي هو سايتوكروم وبهذا تحت الاتش ويا الاو انطاني مي. البقية وين راح يروحن؟ يروحن بالـ ATP synthase
يفور عنا الـ ATP synthase، الـ ADP يتحول إلى ITP، والـ H تدخل طبيعي. كمل الطريق، أنا ما أريد شيء من الـ H. أوكي، فهاي كلها هي electron transport chain. هاي اللي هنا هي oxidative phosphorylation، صار عندي الفسفرة، يعني إضافة الفسفور إلى الـ ADP، هو كان ثنائي صار ثلاثي. طيب اني كل هاي من دخلت الاتشات، من دخل الهيدروجين البروتونز، شو سموهن المهم الفكره، من دخلن انطني اي تي بي عن طريق الاي تي بي سينثيز. يقول لي اكو في الطريقه تدخل بيها الاتش، يطلع يرجع من خارج الخليه من الانتر ممبرين سبيس للداخل، يعني داخل الماتريكس بدون ما ينطيني طاقه. لعد شلون بالله هاي ينتقل ويا كاريرز، بروتين كاريرز داء موجودة على الانر ممبرين سبيس، وبالمقابل تقول له انت راح تفوت بس لازم تدفع احنا يعني شلون لازم تدفع الكروة هيك، خلينا نقول. فالكروة مالتها هنا مو اي تي بي، شنو الكروة مالتها؟ هيت، تنطيني طاقة. لذلك الميتابوليزم احنا نعرفه انه يولد لطاقة. شلون يولد لطاقة؟ عن طريق ذن الكم بروتونز اللي كم هيدروجين هاي اللي دا تدخل من هاي الطريقة اللي هي uncoupling proteins يصحولها. فيقول لي uncoupling proteins create a protein a proton leak. شايفين احنا من عندنا دوضح لكم معنى leak، شايفين من واير مال كهرباء يعني ينجلغ او كذا، شو نقول ليك، صار بي leaking، فيقوم يسرب كهرباء. كذلك هو هنا دا يقصد صار leaking هي بروتين طبيعي، يعني هاي مو فد ابنورمال، هاي الحاله نورمال، كلش نورمال بالجسم، حتى الجسم ينتج طاقه. فعندك بروتينات تسوي ليكينج، تسرب لنا هيدروجين بروتونز من الانتر ممبرين سبيس داخل الميتوكوندريال، داخل الميتوكوندريال ماتريكس، وبالمقابل تنطيني طاقه. يقول لي allowing protons to re-enter the mitochondrial matrix without capturing any energy as ATP. بس بهاي الحالة من انطتني طاقة ما راح تنطيني ATP، لو تنطيني ATP لو تنطيني heat. ها هي. طيب اكو مواد يصحولها uncouplers، هاي مواد يعني ياخذها الانسان على شكل ادوية كذا، صم او بعضها هي موجودة داخل الجسم هرمونات. المهم يقول لي some substances increase the pre، يعني مو هي موجودة داخل الميتوكوندريا، تيجي من مكان ثاني. some substances increase the permeability of inner mitochondrial membrane to protons. هي تزيد permeability، السماحية مالته. this enables protons which is pumped out of the mitochondria by electron transport to re-enter the mitochondrial matrix. صح يرجع يدخل للماتريكس without producing ATP and what and heat is generated، راح ينطيني heat حرارة. اكو physiological uncouplers اللي هي يعني من اقول physiological يعني هي داخل الجسم تجيني، اللي هي من هي ثايروكسين الهرمون مال الغدة الدرقية ثايرويد جلاند بالهايدوسيس، من يعني من يرتفع الثايروكسين مرات تصير امراض بالغدة الدرقية فتنتج لي الثايروكسين، راح يفرز بكمية، بالتالي نشوف الابو الهايبر ثايروديزم، درجة حرارته تصعد. عندنا كذلك ثرموجينين، هذا وين موجود الثرموجينين؟ بالبراون اديبوس تيشو، بالاديبوس تيشو البراون. انهبيترز اوف الكترون ترانسبورت، شنو هاي؟ بعض اكو مواد توقف الكترون ترانسبورت شين. فتخيلوا اذا توقفت السلسله التنفسيه الالكترون ترانسبورت شين بعد اكو اي تي بي، راح احصل اي تي بي من الجلايكوليسيز، شويه من السبستريت ليفل فوسفوريليشن، احصل شويه من دورات كريبس تنطيني وحده بكل دوره، تنطيني اي جي تي بي وحده سبستريت ليفل فوسفوريليشن، بس هاي تكفي؟ ما تكفي الجسم. فهاي ليدنج تو ديث، اذا توقفت الالكترون ترانسبورت شين السبجكت، خلينا نسميه الانسان، راح يموت. ف طبعا بعض السموم او الكثير من السموم مثل سم الافعى وغيرها هي تشتغل على هاي العمليه انه توقف السلسله التنفسيه. فيقول لي بلوكينج الكترون، هاي ايش راح تسوي؟ طبعا هاي مثل هنا ريتينون
انتمايسين اي سيانيد، هاي شنو هاي عندها هاي افينيتي تو الكترونز، فكل وحده بمكان معين. شوفوا هنا كل وحده لها مكان معين، من تجي بي تجذب الالكترونات الها، تخيل تجي الالكترونات الها، يعني هي تجذب الالكترون، فالالكترونات ما راح تمشي بالسلسله التنفسيه بشكل طبيعي، راح تروح تعيف السلسله تشين وتروح لذن المواد ريتينون روتينون رات يا ربي روتينون والانتمايسين اي والسيانيد. فيقول بلوكينج الكترونز، بلوكينج الكترون ترانسفير يمنع النقل مع الالكترونات باي any of one of these inhibitors stops electron flow from substrate to oxygen because the reactions of the electron transport chain are tightly coupled like meshed gears. راح يسحب شو اسمها وهي راح تتوقف. طيب هذا هاي الصوره شنو شرحت عليها الدكتوره، هو شنو اللي تريد من عندها؟ اللي تريد من عندها انه اذا زادت الناد اتش والفات اتش 2 ايش راح يصير اذا صار بها اكيوميليشن؟ اللي راح يصير انه راح بعض الالكترونات تجي للاو 2، الاو 2 هو شحنته متعادله، راح يصير او 2 سالب، راح يصير يعني راح ياخذ شحنه سالبه، اوكي؟ بالتالي بعدين راح يتحول الى اتش 2 او 2 اللي هو بيروكسيد الهيدروجين. المي H2O أكسيد الهيدروجين، هذا H2O2 يصح له بيروكسيد الهيدروجين. فبالشيء الطبيعي انه ال H2 عنده انزيم، يعني هذا ال H2O2 مادة سامة، اوكي، مادة مؤذية للجسم، يعني فشيء قاتل. فالجسم عنده انتي اوكسيدنتس، شنو ذني الانتي اوكسيدنتس؟ عفوا، اول شيء اسمه انزيم، اسمه انزيم الكاتاليز، والثاني واحد انزيم اسمه جلوتاثيون بيروكسيديز اللي هو جاي من الجلوتاثيون. ذن الانزيمات اثنين ايش راح يسوون؟ راح اثنينهن لهن نفس الشغل، انه يزيلن السميه مال الاتش 2 او 2، او مو يزيلن، هن الاتش 2 او 2 يفلشنه. شلون يفلشنه؟ شوفوا هو مو يشبه المي بس بزياده او 2، راح ينطقني بزياده اكسجين، راح يحولن الاتش 2 او 2 الى شنو؟ الى اتش 2 او زائد اكسجين. الH2O وجوده بالجسم طبيعي، والاكسجين انا كلش استفيد من عنده واكيف عليه، فكلش ها هي يعني القضيه تصير البيئه ترجع لطبيعتها. فاذا زادت الناد اتش هاي الاشياء اللي تصير. regulation of respiration، انتم من تشوفون وصلنا للريجوليشن يعني كملنا. regulation of aerobic respiration is by feedback inhibition. feedback يعني اذا زاد هذا يسوي نيجاتيف فيدباك ويقلل الانزيم اللي ينتج هاي الماده، وهكذا. نعرف فكره الفيدباك شلون. a step within glycolysis is allosterically inhibited by ATP and by acetyl. شوفوا هنا نوضح الفيدباك بشكل واضح. اذا زادت اذا اي تي بي عندي هوايه، الاي تي بي راح يوقف انتاج الاي تي بي، فشلون يوقف انتاج الاي تي بي؟ راح يسوي الانهبيشن للجلايكوليسيس. كذلك الستريت نفس الشيء، الستريت هم يسوي الانهبيشن للجلايكوليسيس، لان هي هاي كلها مؤشرات على انه انا عندي طاقه هوايه، هاي انرجي. هاي ليفلز اوف ناد اتش نفس الموضوع، انهبيت بايرافيت ديهايدروجينيز اللي هو يحول لي، لانه البايرافيت ديهايدروجينيز يحول لي البايرافيت الى اسيتايل كو اي وينطيني ناد اتش. فاذا انا عندي ناد اتش هواي اقول له ما اريد ناد اتش. شلون ما اريد ناد اتش؟ يعني اوقف هذا الانزيم بايرافيت دي هيدروجينيز اسوي له انهبيشن. هاي ليفلز اوف اي تي بي انهبيت ستريت سينثيتيز اللي هو هذا بدايه دوره كريبس. طبعا هاي الموضوع مالتي ريجوليشن اوف ريسبيريشن، التنفس كله من الجلايكوليسيس دوره كريبس كل الموضوع. اذا عندي طاقه هوايه ستريت سينثيتيز اللي هو شنطيني اذا تتذكرون ان شاء الله تتذكرون اللي يساعدني بالتفاعل الكوندنسيشن مال الاسيتايل كو اي ويا الاوكزالو اسيتيت حتى ينطيني ستريت. هو المفروض سينثيز مو سينثيتيز. المهم اذا انا عندي طاقه هوايه يتوقف هذا التفاعل، بالتالي تصير انهبيشن للدوره كريبس، ويعني تصير الموضوع ببالانس توازن. ريجوليشن اوف سيتريك اسيد سايكل، سيتريك اسيد سايكل ريجوليشن مالتها كلش مهم، لانه هي يعني
هي الناد اتش اغلبيته يجي من عندها وكذا، هي هم تنطيني جي تي بي سبستريت ليفل فوسفوريليشن. فهذا احنا اخذنا فور ويز بايروفيت، طبعا هاي كلها انزيمات اللي راح نحكيها. اول واحد البايروفيت دي هيدروجينيز هستوني قلت لكم عليه، يحول البايروفيت الى اسيتايل كو اي. فاذا انا عندي ناد اتش، اذا انا عندي ناد اتش راح الناد اتش تسوي انهبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز. كذلك اذا عندي اسيتايل كو اي اللي هو هم من النواتج راح يسوي لي انهبيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز. طيب الانزيم الثاني شنو اسمه؟ هذا ال PDH او البايروفيت دي هيدروجينيز مو من ضمن انزيمات دورات الكريبس، بس ذن الثلاثه الثاني والثالث والرابع احنا من ضمن انزيمات الدوره السايكل مال الكريبس. فاول واحد هو احنا كلنا حاكين عنه ستريت سنثيتيز، والثاني ايزو ستريت دي هيدروجينيز، والفا كيتو جلوتايد دي هيدروجينيز. فالستريت سنثيتيز هاي سبستريت اوكزالو اوستيت ليميتد، انا عندي ستريت سنثيز شوف هنا رجعت كتبتها الدكتوره بشكل صحيح سنثيز. هذا الاوكزالو اوستيت والاستايل كو اي يسوي لي تفاعل كوندنسيشن على مود ينطيني ستريت. فاذا عندي ستريت هواي يسوي لها انهبيشن، اذا عندي اوكزالو اوستيت هواي عندي اوكزالي اوستيت هواية او اسيتايل كو اي هواية راح ذني يمشي يصير لي اكتيفيشن للستريت سنثيتيز على مود يكون لي الستريت. من يوصل للستريت بعد هو بكيفه، يا يعني ما يقدر يكمل دورة كريبس او يقدر بمسار ثاني. ايزو ستريت دي هيدروجينيز اكتيفيتد الوستريكالي باي اي دي بي اللي هو يعني اي دي بي يعني نقص طاقة، وانهبيتد باي ناد اتش او حتى الاي تي بي اللي هي مؤشر هاي بالانيرجي هاي انيرجي. الفا كيتو جلوتاريد دي هيدروجينيز انهبيتد الوستريكالي باي برودكتس اللي هي سكسينيل كو اي والناد اتش. اذا عندي السكسينيل كو اي هواي ناد اتش هواي يصير به اكيوميليشن، الالفا كيتو جلوتاريد دي هيدروجينيز يصير له انهبيشن. اذا هن قليلات اقول له لا انا محتاج امشي كرب سايكل ف اسوي له اكتيفيشن. ميجر ريجوليتر منو هو؟ يقول ميجر ريجوليتر انترا ميتوكوندريال ناد ناد اتش. اهم شيء بالريجوليشن شوف هنا هم ذكرناه اكثر من مره الناد والناد اتش. اني كل ما عندي ناد هوايه يعني عندي اي دي بي هوايه نفس الفكره اوكي، يعني عندي طاقة قليلة فأمشي دورات كريبس أمشي الجلايكوليسيس أمشيهن ذني كلهن حتى الريسبيراتوري تشين اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين تمشي. إذا عندي ناد اتش هواية أو عندي اي تي بي هواية هذني يسوى لي طبعا الكتابة بالماوس مو بالقلم فأعذروني. هي الاي تي بي والناد اتش راح يسوي له انهبيشن. فهذا الميجر ريجوليتر من هو الناد والناد اتش. هاي اوكسجين ليفل شوفوا الاوكسجين وين اخذناه، خلينا نقرا هاي اوكسجين ليفل ريزلتس ان ان انكريست ريشيو اند لو ليفل ان ديكريت ريشيو، يقصد على هذا الريشيو اللي فوق. يعني شنو؟ اني وين احتاجيت الاوكسجين؟ واحده من الاماكن اللي احتاجيت بها الاوكسجين هستوني بالالكترون ترانسبورت تشين. شوفوا هنا احتاجيت الاكسجين اتحد ويا الهيدروجين وانطاني مي اوكي. بهاي العمليه طبعا خلينا نكمل الشرح هنا. هاي من اتحد الاكسجين ويا الهيدروجين يعني اني استهلكت الاكسجين من عندي اكسجين، بنفس الوقت حولت الناد اتش الى ناد سلم الالكترونات يعني قبلها الناد اتش سلم خلي اشيل اللي اسمها. انا عندي الناد اتش تحول لي سلم الهيدروجين مالته وكذا تحول لي الى ناد اوكي. بنفس الوقت يعني بنفس السلسله خلي اقول الهيدروجين الاكسجين احتاجيناه حتى نكون مي، فاكو فد علاقه بين الاكسجين وبين الريشيو بين الناد والناد اتش. فكل ما انا عندي اكسجين هواي
كل ما الالكترون ترانسبورت شين راح تشتغل، ومن تشتغل راح تحول لي ناد اتش الى ناد، يعني راح تاخذ الاتش من الناد اتش وتحولها الى ناد. فكل خلي اقول الاكسجين بينه وبين الناد اكو تناسب طردي، لذلك هو قال لي هاي اكسجين انكريز ريشيو، يعني هاي النسبه راح تزداد، الناد يزداد. واذا لو ليفل اوف اكسجين، اذا الاكسجين قل هاي نسبه الناد راح تقل، فديكريز ريشيو. هذا السلايد اللي تخافون من عنده، طبعا هذا السلايد كل اللي يريد يقول لي من عنده عن الميتابوليزم مالتي كله، انه انا من الجلايكوليسيس هل قد حصلت وهل قد صرفت اي تي بي. بالاخير يريد يثبت لي انه اني حصلت 32 اي تي بي من 1 جلوكوز. هنا الماينص ال2 طبعا ذني يقول لي ايش قد فقدت، لانه مثل ما تتذكرون بالجلايكوليسيس، هاي بالجلايكوليسيس فقدت 2 اي تي بي، او يعني بقيه التفاعل بقيتها هذين ثلاثه هم من الجلايكوليسيس، هذا البايرافيد هيدروجينيز ودوره الكريبس كلهن حسب هن ويا مال الناتج، هن والناتج اللي منطين اياها حسب الناتج على انه هي تساوي 2.5 اي تي بي، وحسب لي السبستريت ليفل فوسفوريليشن مال اي تي بي، فالكل طلع لي 32. هاي الانهبيترز اوف الكترون ترانسبورت اللي هو اخر سلايد، and oxidative phosphorylation. This has provided knowledge about the mechanism of action of several poisons. اكو عدة سموم مواد هاي تسوي inhibition للالكترون ترانسبورت شين بمراحل مختلفة. فمثلا بالكومبلكس الاول احنا اكثر من كومبلكس خمسة، بالكومبلكس الاول ذن المواد الاثنين اللي هن insecticide and fish poison والbarbiturates sedative، هذني بالكومبلكس الاول يوقفن الالكترون ترانسبورت تشين، هن سموم، بالتالي الشخص راح يموت اذا توقفت الكومبلكس الاول. اكو بالكومبلكس الثاني اللي هو كاربوكسين، بالكومبلكس الثالث اللي هو انتيدوت اوف وور غاز انتيمايسين، بالكومبلكس الرابع اللي هن الانهبيترز مالته من انه كربون مونوكسيد اللي هو سي او، اللي اكثر شيء يطلع مثلا من الصوبه نفطيه، فدير بالكم من عندها، السيانيد، الازايد، هيدروجين سلفايدز، لان كلهن على الرابع. انهبيترز اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن بالخامس منه هن اوليغومايسين، هو الواحد اوليغومايسين اللي انهبيتس فلو اوف بروتونز ثرو اف او. اي هاي الانهبيترز اللي هي تستخدم على شكل سموم. كملت محاضره الالكترون ترانسبورت شين، اتمنى استفاديتوا، كل التوفيق للجميع يا رب.